نسمي نصلي على نبي الإنسانية، ده شريب حديثه اللي وصلي حماني من دنيا دنية. وغيب يا شمس عصاري وهل شمس الأنصاري، شايل في يده رايه الحج مرفرف في أعلى الصاري. ومدد مدد يا أنصاري، مدد مدد يا أنصاري. وشمس ده كان أبو حجاج، عاجل يجي محجاج وبالحج، واخته وابو غرجه في امواج، سيل دم خربط عجل وطج. كم حج هو واخواته وامه وشلطه رمواته، وسعى يا شمس الخير ناسك لاجل اساسك يتماسك. وغيب يا شمس عصاري ومدد مدد يا انصاري، مدد مدد انصاري. رمى حمله على الحي الجيوم والحج على ما يعلى عليه، كان واعي كنه عياجي اليوم والحج يسعى المنسى عليه. بجد شمس مكان صالح وعيسعى دايما في الصالح، عمره ما سامح ولا صالح على دم ابوه اخته الجاري. وغيب يا شمس عصاري ومدد مدد يا انصاري، مدد مدد يا انصاري. جالنا إخبارية يا باشا إن شمس لوحده من غير رجالته في الخطارة. جهز القوة يا أحمد، الكلب ده مش هيفلت من إيدي المرة دي. فين بقى؟ اختفى؟ طب صحيت لخفة؟ جاد الكريم، رب ما يرفع الظلم عن الغلابة. آه، يرفع الظلم عن الغلابة، هيرفعوا كيف؟ ها؟ هيرفعوا كيف والناس بتشارك فيه؟ الناس بتتظلم وعايزينش يتحركوا، وعايزين اللي يتحرك وراه، وحتى دي بيعملوها وهم خايفين. الناس عاجزة، وعشان كده بيستنوك من الليلة للتانية ترجع. الناس، نفس الناس، نفس الناس اللي صوتوا ناجح في الانتخابات واللي مدوا يدهم لقرشينه، هم نفس الناس اللي بيشتكوا من الظلم. ما تقدرش تلوم بلد الجوع حاططها وغرز نابه وحطولها يا شمس. دي بلد، بلد بناسها لو قامت عليه تقلع وقلع. بس تقول ايه؟ مصالح بتتصالح. الارزاق ضاقت على الناس يا شمس، ادام اللي بيحكم مكوش على خيرها. والخير اللي عملته معاهم وقفته وياهم، محدش ليه بينطق، محدش ليه بيقول، محدش ليه بيدلل على اللي قتل. قول يا حماده. الخوف معشش في عقولهم يا شمس، ومدت يدهم لناجح من خوفهم برضك، وخوفهم هو اللي هينجح ناجح في الانتخابات. بكره نتفرجوا. اللي زي ناجح ده لو نجح قول على البلد الرحمن الرحيم. ها
الله يبارك فيك يا سعادة البيه. النجاح في مجلس الشعب غير العمودية ناجح. وإحنا ما نقدروش نتأخر عن طلباتك يا باشا. لا، طلباتنا تعرفها في وقتها، ودلوك الفرح حق ليك. ربنا يديم عليك الفرح. ألف سلامة يا باشا. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك يا ناجح بيه. عايزك تاخد بدران تروح وتذبح الذبايح وتعمل الواجب مع كل اللي وقف جنبينا في الانتخابات. يبقى هنوجبه مع البلد كلها. مش مهم، المهم ان البلد كلها تعرف ان عضو مجلس الشعب في الدائره دي هو ناجح ابو الجود. الدنيا فيها وفيها فيها ناس اوادم نزيها، فيها ناس خسيسه وسفيها، فادي اذاها وجزيها، فادي اذاها وجزيها جزيها. يا ناري حبيبي، سمعة اللي بكبر فيها واتخن فيها وارفع فيها يجعل اخر الزمن تاج المخاطرات. يا ضليعها يخلع بالهداوة. صالح بيه بالهداوة، الحديد ده ما صحش. ما يصحش ليه؟ وانا بعلي صوتي ولا ايه؟ ها؟ انا بتكلم في السر وما حدش سمعني. انا بعلي صوتي. العيب العيب على كبيرك، كبيرك اللي بيتاجر في المخاطرات. ها بضاعة زي اي بضاعة مطلوبة ولازم نقضيها. وليه البضاعة اللي الناس بيحتاجاها؟ مخاطرات مخاطرات يا ناجح بيه. الناس مخضرة وحديها، النفر منيهم تلتقاه ماشي في الشارع لو لحست جسده هتعمل دماغ. يا المخاطرات قال. وبعدين اقول لك على حاجة، اه راحت. ايه راحت يعني ايه؟ مش الجمال رجعت؟ ايوه الجمال الفايقه بس اللي رجعت، انما الجمال اللي محمله بالمخدرات ماشي عمال هو لحد ما راحت لحد البوليس وطخها بالنار طخيخ، انما الجمال الثانيه جت لان ما عليهاش بضاعه ناجسه. ودلك دلوك دلوك يا ناجح بيه. فيه اسمعني اسمعني في اللي حقوله لك. سامعة؟ لو حد سمع بخبر في السوق عني حياكل وشي. يعني البضاعة راحت؟ ناجح بيه ناجح بيه ناجح ابو جود. اسمع اسمع زين. سامع؟ اسمع كمان مرة وتنين وسمسة وخامس وسامع وللمرة الثامنة عشر تسمع اللي حقول لك عليه. لا انت ولا في تنتين تنتين دنديك واقفين ولا غيرك يقدر يهز سمعتي في السوق هز كده، ولا حد يقدر يحرك شعر واحده في منخاري. واقول لك حاجه، بعد عن طريقي لحسن حسابي حيكون معاك عصير وعصير قصب كمان. واقول لك خلي بالك من زعزوعي. زعزوعة زعزوعة كلام ده يعني معناه بتوريكم كن 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 كن.
كيف تاجر جمال يتكلم مع جنابك بالطريقه دي؟ ده انت العمده وعنده مجلس الشعب في الناحيه. اخفض اللوك يا بدرون. اديني الامر يا جنابك. وعينيه ما تشوفش الشمس تاني. ايه؟ اقتله؟ سلاح في يدها؟ جاهز. حقنا دي حجر منحوت جوا راسك؟ ديته طلقه في راسه. يطول عليك ونهملوه لا عشنا ولا كنا. قول لي طخه وانا طخه. حق محرقي لك يا بدران. عارف انك خسرت كديه في العمليه دي؟ عايز تقتله من غير ما اخد حق منه؟ والشوشره اللي ممكن يعملها؟ ده انا رجل وفريح اللي سبقوه. مفيش فايده فيك. بتحرب على القتل من يوم ما قوي قلبك عليه. جوه قلب على الكتل كيف؟ ومين هم اللي سبقوه؟ الظاهر انها مش اول مره بدران يقتل. يعني بس بدران دي بلطجي كبير وقتاوه يتساءل على حد يترازل على حد. انما انا قلت ابلغك بالكلام اللي اتقال. ما لمحتش ناجح ابو الجود بيفكر فيه. لا بس كان بيبرم في المنضه طول الليل. عايزك ما تفرجوش تبقى كيف ضله. كيف ضله لحد ما يحصل كلام جديد. عمرك كبير. يلا روح دور على حالك. رجلك يا كبير. ما هياش قصة ورواية عشان نقعد نرد فيها. ده كلبه بيتمسح في صيده وعايز يرضى ابو الجود بأي كلام ماسخ ملوش عازة. ابو القوصي ابو القوصي اوعى الحديث زين كيف ما حكيتهولك. اللي شال سلاح على كتفه داير في البلد عمال يقول عايز اقتل شمس الانصاري
وبعدين دلوك عايز يكتب صالح ابو جناوي ما يبقاش كلام ماسخ. بدران طول عمره واد ليه الواد عارف. هذيك قلتها يعني ما فيش حاجه ما عملهاش. الكتل مش بالساهل يا شمس، ده سكه اللي يروح فيها ما يرجعش، ولازم نقلبه يبقى ميت. اذا كان ناجح ابو جود هو اللي وز بدران على كتل صالح ابو كناوي كنت هقول عليه غشيم، بس كده يبقى ناجح ابو جود مرقد على مصيبه. وهي دايرة لي يم سواجي ويوماتي اشتد سعده، عدى الكتير واللي باجي ده جليل وربك يساعده. في السوق حياته عادية بتزيد جدرة وطيابة، وعلامه في الأبعادية عيقدروه عالديابة، عيقدروه عالديابة ديابة. هتفضل كده على حالك اللي بتقطع له قلبي؟ مهموم وحزين أبقى عايزة طبطب عليك واخدك في حضني كأنك ولدي صغير. محدش بيفهمني في الدنيا دي ولا بيفهمني جواي غيرك عزيزة. وأمك كمان ما حتلاقيش في الدنيا دي أحن من عزيز عليك. نار قربك يا عزيزة تحرقني، ما قدرش أهرب منها. مفيش عاقل بيهرب من اللي بيحبوه، واني بعشق التراب اللي بتخطي عليه كتبك. قول يا حبيبي، قول لي ايه اللي شغله، قول يا نور عيني. عزيزة عاوزك يا احمد. انت
فاكر لما كنا بنقلب وبندور على اي ورقه تخص شمس الانصاري وما لقيناش حاجه سعادتك؟ وابوه ما لقيناش عنه حاجه. طب والمحضر اللي بيتكلم عنه عطيه؟ انا عايز افحص كل السجلات القديمه اللي في المديريه وفي السجل المدني تاني. نبعت اشاره بكده؟ لا لا انا عايز الكلام ده يتم عندي هنا تحت عيني وفي مكتبي ده. مفهوم يا احمد باشا؟ الكلام ده انا ما فاهمهوشي. انا عدلي ما يدخلش فيه الكلام الخايب ده. قصدك ايه يا بطل بيه؟ انا هكذب على سعادتك؟ خلي اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عاقل. كيف تتهاجم الجمال المحمله بالبضاعه والطريق متامن؟ وقلت لك قبل سابق اننا مامنين الطريق ده زين قوي. بس تهاجمت سعادتك. صالح ابو جناوي قال لي وقلب الدنيا لما عرف اللي حصل لجماله. يعني انت واثق في ابو جناوي ده؟ هي واثق زي ما انا شايف سعادتك قدامي دلوقتي. وعمرنا ما سمعنا ولا شفنا حاجه تقول عكس كده. ده رجل تاجر كبير وله اسمه وسمعته. يعني انت مصدقه واثق انه راجل صادق ما بيكذبش؟ ويكذب ليه جنابك؟ فيه مليون سبب يخلوه يكذب. بس انت متأكد انه صادق وانه مش هيكذب عليك؟ ما تمخونيه جنابك. ايه اللي تعرف عن صالح ابو جناوي وانا معرفوش؟ ولا لا؟ لا. ثم لا؟ هوريك اشارة جالي. اشارة؟ شوف الإشارة دي. نرجو العمل على توفير ما يطلبه النائب المحترم ناجح به أبو الجود وتوفير الحراسة الخاصة به. ناجح أبو الجود عايزين يقبضوا عليه إياك. ربنا يولع فيه في خراره في خراره. يقبضوا على مين؟ دول بعتين توصية عشان نوفر له حراسة خاصة. يا قلت انا كده؟ توفير حراسة خاصة. يمكن ده مايزه قلت ليه؟ بقول لك توفير حراسة خاصة ليه؟ كأنه الريس متقال حراسة. ناجح ابو الجود دي عايز يكوش على كل حاجة هو ينفع يكوش عليه. حراسة خاصة. ايوه. طيب يا سيدي فرجني الحراسة الخاصة بتاعته دي هتعمل ايه معاه؟ وهو رايح القبر. ولا لا؟ لا. امال لا؟ ناجح ابو الجود انكشف. انكشف؟ في خضواني؟ في خضويه بس. اتشلح؟ اتشلح ودانك؟ لا. امال لا؟ مسنود. بان انه مسنود. مسنود. مسنود على سور الفرندة؟ سور الفرندة؟ سور الفرندة؟ ولا سور مجرى العيون؟ مجرى عيون ايه وفرندة ايه يا ريت؟ ده مسنود عن الكبارات. انت ناسي اللي حصل في مجلس الشعب لما زوروا له انتخابات على اللي ما ينجح. طيب ابقى خليهم بقى يسندوه اما يتنقل. اتنقل؟ ايوه يتنقل. اتنقل فين؟ اتنقل فين يعني؟ حياتي على المركز ما شاء الله يعني حوش المكاتب وحوش ال... حيتنقل. حيتنقل فوق. فوق؟ عند رب كريم ويولع فيه. وابقى قبلني. لا لو لازم الامر هراجع ورقه ورقه. براحتك يا باشا. بس لو الجن حضرتك عايز توصل لإيه بالظبط نساعدوك. أصل إحنا دورنا قبل سابق عن أي ورقة ليها علاقة بشمس الأنصاري أو حجاج الأنصاري ما لقيناش جنابك. يبقى دوروا تاني وتالت ورابع. نظرتك في محلها يا سامح باشا. لقينا ده.
برافو يا احمد، مفيش جنائي وعليه صورته كمان، هايل. يا ناجح بيه، كل اللي مطلوب من رجالتك انها تدلنا على قرايب حجاج الانصاري وفقا للاسم الرباعي اللي معانا. يا سامح باشا، العشائر والقبائل في الصعيد كتير قوي ومنتورين كيف الجراد في الصعيد كله، ده غير اللي بحروا. انا مش عايز اكتر من دليل، دليل يوصلنا لحد تكون بقيت عيلة حجاج عنده. نبيه، اللي زي حجاج ده لو طلع على اي بلد اي كفر اي نجم هيلاقيه وراي. اصل الانصاريه موجودين في كل مطرح في الصعيد. انا عارف يا سامح باشا ان انت عايز توصل لاي طرف خيط، بس ده ضيع الوقت. ازاي يعني؟ الانصاريه كانوا بيكرهوا حجاج ومقاطعينه وتبروا منه، يعني لما طفشوا من هنا ما يقدروش يروحوا لاي حد من الانصاريه واصل. والانصاريه دول بيكرهوه ليه؟ عشان يشتغل عند عيلة متسر. واللي يزعلهم من حاجه زي دي؟ عشان عيلة متسر سرقت منهم حتة أرض في زمانكم منبو من زمن، وكان عيب قوي إنك تشتغل عند الناس اللي سارقينك. يعني إيه؟ الراجل لما اتقتل عيلته راحت فين؟ محدش عرف ولا سمع لهم حس من وقتها؟ الكلام اللي قاله متياس هو نفس الكلام اللي قاله بلال. سامح الشتاوي ما يرجعش على اللي في راسه ولسه هيدور وراي، وها لساه بينبش ورا اسم ابوي. اعلى ما في خيله يركبه، ده كلبه بيهوى. ايوه بس صورة ابوي اسمه وعرفنا من بلال انه ما يعرفش يوصل لحاجه، انما صورة ابوي ناوي يعمل بيها ايه؟ وكيف تفوت على متياس حاجة زي دي؟ هو يعني شال صورة بطاقته، إنما دي صورة قديمة في الفيش، فيش جنائي كان عامله زمان. ومتياس ما كانش يعرف إنها موجودة؟ ما عرفش يخفي الورقة دي؟ لا، مش الورقة اللي تختفي، سامح ده اللي لازم يكون له حكايته آخر. ما تخلصي لسه، ما عايزاش اخلص دلوك. يابا هيبقى لنا ساعه في زراره. قلت لك لسه ما عايزاش اخلص. طول ما انا كده ببقى قريبه من حبيبي اللي عايش عمري رايداه، ما عايزهوش يفارقني ابدا. حياجي اليوم ده حياجي، حياجي خلصي حياجي. وليه؟ ليه معذب نفسك ومعذبني معاك؟ وانا عارفه واثقه انك رايدني كيف انا رايدك. حاجه لما بتاجي في اوانها بتبقى طيبه، وانا قلت لك قبل سابك كده. حاسب حاسب لا تتشكشك. تجوزني يا شمس، تجوزني عاد. We'll be right back.
الشمس مهما تغيب عتعود وشمس الانصار معاود جاي فارد العود وموعود يسود ويام وتهاود ويروض الزمن الطاري وتغيبي وتغيبي ما تغيبي وتغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويقل شمس الانصاري يصير صالح ويعيش وكانه ليه كاسمين واسمنا عايشه في الصالح ومدبرينها سوا ورسمين وده في دك هامد داري وتغيبي وتغيبي ما تغيبي وتغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويقل شمس الانصاري شمس ناسك عيحبوك على قد ما ترد حقوقهم ويوم ما تقتل كاتل ابوك واختك دماهم فعرقهم عتقول ده خطار وطاري وتغيبي وتغيبي ما تغيبي ما تغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويهل شمس الانصاري